وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من دبي الدكتور عبد الله العوضي الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور عبد الله. يعني نبدأ من حيث انتهى التقرير السابق، استخدمت قطر غطاءها الدبلوماسي في العراق لإتمام هذه الصفقة التي يمكن وصفها بالمخزية، إضافة إلى أنها وظفت ناقلتها الوطنية لنقل الأموال لتسليمها للتنظيمات الإرهابية، ويمكن أن يطلق على الخطوط الجوية القطرية الآن على أنها ناقلة لأموال الإرهاب والإرهابيين. يعني برأيك ألا يعد ذلك استغلالا للطيران المدني ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية؟ طال عمرك الدول الاعتبارية لا تتعامل مع بعقلية الميليشيات. الدول لديها أنظمة ودخلت في منظمات دولية، هذا بعد الحرب العالمية الثانية، الدول قاطبة وقطر ليست استثناء. نعم. اليوم هذه الأموال الضخمة التي دفعت يمكن أن تعمر دول أخرى وهي أعلم بذلك منها. نعم. لأول مرة في تاريخ فك الرهائن تدفع أموال بهذه الطريقة، بحيث تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المعروفة التي تتعامل لبناء علاقات إيجابية بين دول العالم. لو قلنا كيف اليوم الأزمة مع إيران في هرمز، لأنها تريد أن تخترق قوانين البحار العليا في العالم. نعم. وكذلك اليوم النظام في قطر يريد أن يدخل إلى هذا المضمار الذي لا هذا النظام لا يستفيد منه، لأن كل دول العالم حتى لو وجدت دول تخترق لن تجعل دول العالم من الاختراقات قواعد تتعامل بها بين الدول، وهذه قاعدة معروفة يمكن أن نطبقها في كل الدول التي تعاملت مع الميليشيات، حتى في دول أوروبا جلست معها لكي تعيدها إلى صوابها وإلى الحق. ما حصل اليوم كلما طالت الأزمة نحن نقول بالعامية شمخ، أي أنها آذت نفسها. ليس هناك دولة تؤذي نفسها أمام إخوانها وأمام مشاركيها في نفس المصلحة وفي نفس الأمر. الإرهاب إرهاب، سواء كان يدعم عن طريق قطر أو عن طريق أي دولة أخرى، نحن لا نقر بهذا ولا العالم بأكمله. القوانين واضحة، واليوم الدولة التي تستخدم المنابر السياسية الناعمة لكي تساند منابر إرهابية أخرى لكي تدمر أنظمة ولكي تزق أرواح شعوب بريئة ليس لها علاقة بالإرهاب، لمصلحة من كل ذلك؟ ما هي الفائدة التي ترجوها قطر من هذه العملية؟ نعم دكتور عبد الله، يعني بينت التسريبات دور لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر وسفير قطر في العراق أيضا في هندسة هذه العملية، دعم لجماعات إرهابية وهو دعم واضح لا غبار عليه. يعني كيف تفسر هذه السلوكيات من دولة قطر ومن النظام القطري من أعلى رأس الهرم؟ لو راجع أدنى إنسان له معرفة بالعلوم السياسية البسيطة أن وظيفة السفارات وأدوارها تختلف تماما عما قام به هؤلاء الدبلوماسيين بشكل مباشر. يعني لم يكن هناك وسطاء مثلا للتعامل مع ميليشيات، لم يكن هناك ميليشيات أخرى تتعامل معها. هذه ليست سلوكيات دول اعتبارية وطبيعية، وليست سلوكيات تتوافق مع القوانين الدولية والعالمية المعروفة في التعامل الدولي بشكل عام. نحن نقول هذه خروقات، العالم المتقدم لم يسكت عنها ولا عليها. أتصور الآن بدأت تأتينا أخبار بأن قطر بدأت تفتح ملفاتها للمخابرات الألمانية وبدأت. لماذا؟ لماذا؟ لماذا اهتمام هؤلاء لمعرفة ماذا يدور في هذه البوتقة وفي هذا الإطار؟ ستخرج معلومات مع الأيام قد يصدم الرأي العالمي بها. وهذه جزء، يعني معلومات صوتية ومكتوبة وأشخاص وأسماء ورموز ليست هينة في التعامل مع المشاكل الدولية وبالأخص الإرهاب. نعم، من دبي الدكتور عبد الله العوضي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.